اهلا مشاهدينا ومرحبا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا اولى فقراتنا مع مبادره عربيه خير. هي مبادره تتكون من مجموعه من الشباب اجتمعوا في عمل الخير. حيكلمنا تفصيلا عن المبادره عبد الله نوري الامين المالي لمبادره عربيه خير. مساء الخير عليك واهلا ومرحبا. مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل المشاهدين، وشكرا لقناه النيل الازرق لتحت الفرصه لنا وبرنامج مساء جديد. مبادرة عربية خير نشأت كمبادرة في 2019 لحد ما سجلت في منظمة العون الإنساني في 2020-2021. المبادرة أهدافها إنها تكون بترحيل أطفال مرضى الكلى من منازلهم إلى المستشفيات. الفكرة بتاعت المبادرة بدأت ببساطة جدا، إنه جاتنا حوجة كانت لثلاثة أطفال، كان في وحدة كفيفة، الطفل الثاني. أول في البداية كلمنا عن يعني من وين جاءت الفكرة؟ الفكرة هي جاتنا كحوجة شخصية لفرد واحد من أفرادنا، إنه إحنا الوقت ده كنا لسه ما كانت يا دوب يعني الناس في شغالة كشغل طوعيين، فجاتنا حوجة إنه في ثلاثة أطفال ساكنين في مناطق بعيدة جدا ومحتاجين يترحلوا لأنه عندهم مشكلة في إنه ما قادرين يصلوا مراكز الغسيل بتاعتهم اللي هي مستشفى جعفر بن عوف. فكانوا الثلاثة أطفال ديل بداية المبادرة في إنه اشتغلنا على إنه نجيب ناس ننشر في الفيس، ننشر الناس اللي بنعرفهم، نكلم أصحابنا إنه يا أخ والله في ثلاثة أطفال محتاجين، إنه أنت ماشي مشوارك ماشي الشغل تعال سوقهم معاك، وصلهم المستشفى رجعهم آخر اليوم. دي كانت البداية بتاعت المبادرة. الحمد لله الليلة بعد ثلاثة أطفال بقينا نرحل ما يقارب ال 30 طفل ديل بترحيل دايم. عندنا عدد من الأطفال ما قادرين نوصلهم بعرباتنا نحن لأنه امتلكنا عدد من العربات، ديل بنديهم مقابل اللي هي المسألة بتاعة التسيير بتاع المواصلات، لأنه الظرف الاقتصادي للفئة بتاعة أطفال الكلى صراحة هي ربنا مبتلي أضعف فئة نحن ممكن نقولها في المجتمع. يعني هم حتى المصاريف بتاعة المواصلات دي ممكن تقيف في طريق عيان، إنه ما يقدر يصل من بيتهم يصل المستشفى ومن المستشفى يرجع بيتهم. فده كان الدافع الحقيقي لنا نحن انه نشتغل كترحيل كجانب اول. بعد ذاك طيب بالنسبه للعربات، انتم بديتوا بكم عربيه وحاليا عندكم كم عربيه؟ نحن بدينا بعربيتين جونا من اخواننا في الجاليه السودانيه بنيو جيرسي كتبرع واحد، يتبرعوا لنا بعربيتين حافلات. بعد ذاك اخواننا في الجاليه السودانيه بايرلندا تبرعت لنا بعربيه ثالثه، ان شاء الله خلال الفتره قبل نهايه السنه دي او بدايه السنه الجديده حتنزل لترحيل الاطفال. بعد ذاك نحن استعنا بانه نقوم بايجار عربات ثانيه، يعني بنأجر عربيه حسب الوضع الصحي للطفل وحسب المكان بتاع السكن، لانه احنا عندنا اطفال ساكنين في جبل اوليه جنوبا، عندنا اطفال ساكنين في قري مع مصفات الجيلي شمالا، وعندي اطفال ساكنين في اخر دار السلام من درمان. فبتبقى حتى المناطق السكنيه للطفل بتاثر في انه انا اقدر ارحله كيف، في انه لو ما معاه لازم يكون معاه طفل طفلين عشان التكلفه أجمل لهم تكلفة في إنه أرحلهم في وقت واحد. ده بالنسبة للترحيل. بعد ذاك نحن اشتغلنا علاجات، اشتغلنا فحوصات، اشتغلنا علاجات لزراعة الكلى لأطفال الزراعة. طيب المحاور دي احنا هنجي نتكلم فيها بالتدقيق، لكن نجيب في المسألة حق الترحيل دي، لأنه زي ما ذكرت إنه في يعني مرضى في مناطق بعيدة جدا. هل كلهم أنت بتقدر تغطيهم بالثلاثة عربات وعندك ثاني عربات ثانية وأجير بتقدر تغطيهم بالعربات دي، ولا بعضهم بتتصرف معاهم كيف؟ في حالتين انهم عايزين يصلوا، هل الحاجه اللي بتطلع حق المواصلات العديل ولا حق ترحيل بالنسبه له انه زوجي بعربيه مكيف ومرتاح؟ طيب في الوقت الحالي انا يعني بديهم قروش مواصلات يعني بسيطه بتقضيه يمكن المواصلات بتاعته بتاعت الاسبوع، ما بقدر اتكفل بها لانه ميزانيتي في لحد الوقت الحالي ما سامحه لي، لكن دي حتجي للاهداف بتاعتي اللي انا شغال بها، انه اي طفل عندي خلال الفتره الجايه ان شاء الله انه أنا لازم أوفر له عربية مكيفة، عربية مريحة تجي وتستلمه من باب بيته، توصله باب المستشفى وتستلمه من باب المستشفى توصله باب بيته. ليه؟ لأنه بتحصل لي يعني عندي الأطفال بيحصل لهم هبوط بعد الغسيل، بتحصل لهم حياة كثيرة تشنجات، فلازم أنا لازم من الأهداف بتاعتي الأساسية اللي أنا لازم أحقق بها أحققها، إنه لازم أنا أوفر عربية لكل طفل، مش في مستشفى واحد، في كل أطفال السودان. اي اطفال غسيل فشل كلوي انا لازم اوفر له عربيه توديه من بيته لحد المستشفى ومن المستشفى لحد البيت. دي ان شاء الله من الاهداف اللي احنا ساعين جدا لانه نحققها بصوره تامه، تغطي لنا كل الاطفال. ما يكون طيب نحن حنتكلم عن تغطيه كل الاطفال وتغطيه كل التكاليف دي، لكن عندنا محطه معدمه من كنترول نشوفها ونرجع نتواصل.
المنظمه العربيه الخير مستشفى يحيى ربنا عوف للاطفال المرجعي هنا في قسم غسيل الكلى. نشكر اخواتنا في ايرلندا صحبه خير كتر خير وبارك الله فيهم. بس حاليا قاعد نوزع في بطوله الاطفال اللي هي الوجبه بتاعتهم هي عباره عن سيوك الليله. ده يا اخواننا محمد الطيب قال لكم شكرا لله. شكرا شكرا لكم يا امهاتنا كلهم ما قصرتوا معانا. الفطور في يده دي برضه شعبات دي الشاب ابو استلم فطور شباب يشكروكم كلهم. يلا باي باي. الورديه الثانيه تموش يا شباب الورديه الثانيه يا جماعه يغسل هسه ان شاء الله. الله يرحم العفاف الشباب ديل خلصوا الورديه الاولى واستلموا فطور هسه. شكرا لك يا امهاتنا على الفطور. شكرا لك يا رشيدة. يا سلام لي ملاد طوالي اختنا كوسر يا جماعة يعني نتكلم عنها طوالي سيستر اللي بتعاونا معانا. ده اخونا مصطفى ده في الوردية الاولى. يمكن بس العمر وعندنا طفل بتعبان كده انا بس ما قادر اصور هنا. ده الشباب كلهم يا جماعة هنا. ده هنا الفطور الوردية الثانية لسه ما يتوزع كله انهم لسه هم ما بدوا الوردية الاولى يا دوب. كتر خيركم بارك الله فيكم. ده هنا العنبر بتاعنا صورنا كثير في العنبر وبقيتوا عارفين شكل العنبر انتوا كانكم عايشين معانا. ممكن نصور برا الليله شوفوا اطفال برا. ده في الانتظار يا اخواننا ده كلهم في الانتظار. بالتاكيد يا عبد الله يعني تمنيات الصحه والعافيه لكل الاطفال. الفيديو شفناه فيه اللي هو مركز غسيل الكلى وايضا يعني في وجبات وفي حاجات انتم بتقدموها بجانب انكم انتم بتوفروا الترحيل. انتم كيف قادرين انكم انتم تسدوا التكاليف دي؟ يعني عندكم جهه بتدعمكم ماديا؟ نحن عندنا جهه واحده هي الحد اللي هي منظمه الفت لتنميه المجتمع. عندها دعم ثابت بتقدموا لنا بيمشي في مجال الترحيل فقط. ده مخصص للترحيل والمنظمة نفسها مخصصة للترحيل. بعد ده كل الحوجات الثانية عندنا جروبات على الواتساب فقط فيها مجموعة جدا جدا كبيرة جدا من خيرين بلادي ربنا إن شاء الله يتقبل منهم ويعظم أجرهم. فكان بيكونوا عند الموعد دائما يعني في كل الأوقات نحن بننزل حوجة عن فحص عن علاج عن حوجة أكل عن مهما كان حجم الحوجة مهما كان شكلها. فخلال وقت بسيط جدا الحوجه بتكتمل وبيكون انه يعني المساله فيها تيسير من ربنا سبحانه وتعالى في انه ميسرهم لانه يقضوا كل حوجات اطفالنا في زمنها. يعني ما قاعد تبيت في الغالب انه في حوجه لوقت ثاني لا في كل الاوقات الحوجه بتكتمل في وقتها. فده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى يعني انه الحمد لله انه الحاجه دي موفقين فيها بشكل تام. طيب الجانب الاهم التنسيق بالنسبه للترحيل. الغسيل مرتبط بزمن مرتبط بمراكز احيانا بتكون بعيده. كيف انتم بتقدروا توفقوا الاوضاع في انه العربات تقدر تسوق ناس واحيانا بيكونوا قريبين من بعض؟ يعني كيف بيتم ترتيب للمساله دي؟ في بدايه المشروع بتاع الترحيل كانت مساله مزعجه لكن يعني بالتعاون اللي لقيناه في مستشفى جعفر بن عوف من ادارته ومن قسم الكلى بالتحديد في انه قدرنا جمعنا كل العيانين اللي في خط واحد. يعني اخذنا مثلا خط جبل اولياء كل العيانين اللي في جبل اولياء جبناهم في ورديه واحده لانه هي العربات بتاعتنا عربات سعه 11 راكب. بقت العربيه بتشيل لي 5 عيانين او 6 عيانين ومع كل عيان مرافق واحد. فجمعنا كل مجموعه بتتلمى في ورديه واحده في اتجاه واحد في مسار واحد. الحياة دي كل العيانين بيقوا مقسمين على مسارات محددة إنه العربية بتمرق للاتجاه الفلاني بتبدأ من جبل أولية. العربية الثانية بتبدأ من شمال بحري كويس اللي هو كبري الحلفاية. العربية الثالثة بتبدأ من آخر منطقة في صابرين قرب أم درمان. فكل عربية عندها مسار. العربية عندها يومين مختلفات يعني إحنا عرباتنا كل الأسبوع بتشتغل عدا يوم الجمعة اللي هو أصلا يوم ما فيه غسيل. كل الأسبوع العربية عندها وردية بترحلها سواء الوردية الأولى والثانية فبترحلوا عندنا. برضو أستاذ عبد الله عايزين نتكلم عن عمليات زراعة الكلى. أجريتوا لحد الآن كم عملية ومستهدفين كم وكيف بتتم الإجراءات خاصة إنها محتاجة لفحوصات علاجات؟ عندكم شراكة مع شركات التأمين؟ يعني كيف بتقدروا أنتوا تنجزوا حاجاتكم دي؟ طبعا نحن دل بالنسبة لنا المشروع الأهم وما بنتوقف عنده في كل حال. يعني أي مريض بيجينا نحن بنشجعه جدا إنه أنت ما عندك علاج لأنه الفشل الكلوي ما عنده علاج نهائيا إلا عملية الزراعة.
هي عمليه الغسيل عمليه بتاعت معالجه فقط عشان عيان ما يحصل له ديفكت يعني. اما احنا بعد ذاك اي عيان بيجينا في انه هو عنده الرغبه في انه يزرع الكلى بيكون انه لازم يكون عنده متبرع من الاسره، سواء كان ام اخو خال عم اي زول من الاسره. اول ما لقى المتبرع طوالي بنقول له ابدا في فحوصاتك، بنستخرج له تامين عشان يساعده في عمليه الزراعه، في الفحوصات، في العلاجات، في كده، لانه الموضوع بيحتاج مجهود كبير جدا. بيبدا علاجاته مع الاخصائيه الموجوده في المستشفى، بتابع معاها، بيكون كل ما يحتاج فحص بيجدده. في فحوصات مرات بتكون خارج التامين، في صور اشعه بتكون خارج التامين، في علاجات كثيره جدا بتكون خارج التامين. نحن الحمد لله كل الحاجات دي بنتكفل بها، سواء كانت داخل التامين بانه يدفع الجزء اللي بيدفعه المكلف به والتامين بنتكفل به، ونحن سواء كانت خارج التامين بنشتريها له من خارج التامين مهما كان المبلغ كم، وبنوفرها له. وزي ما قلت لك قبل، كل الحاجات دي ببساطتها او بكثرتها في جروب واحد بتاع واتساب، انا بنزلها خلال ساعات بكون يعني جنيت ثمار الحاجه دي. فتاني بقول الشكر لكل الاعضاء بتاعنا انه ربنا يعظم اجرهم ويتقبل منهم ان شاء الله. ونحن لسه راجين يعني، اطفالنا راجين مننا الكثير صراحه، فنحن مجتهدين جدا انه نقدم اكثر ما عندنا. ان شاء الله ربنا يعينكم ويوفقكم. طبعا ده مجهود كبير جدا اللي انتم بتقوموا به في معاونه اطفالنا مرضى الكلى. المساله بتتطلب منكم انه يكون علاقاتكم مع المستشفيات جيده. قبل شويه في المحطه جات سيره جعفر بن عوف، وانت جبت سيره جعفر بن عوف ومركز لغسيل الكلى. هل هي المستشفى الوحيد اللي بتتعاملوا معاه، ولا في مستشفيات ثانيه خصوصا وانتم عندكم مشاريع لزراعه الكلى؟ نحن الان شغالين في مستشفى جعفر بن عوف كمرحله اولى. المرحله الثانيه اللي بدينا فيها الان مستشفى مدرمان، ودي بدينا فيها المشروع بتاع ترحيل الاطفال، لكن لسه في المرحله التجريبيه باعتبار انه ندرس كل الجوانب بتاعته. المرحله الاهم في مستشفى مدرمان للاطفال اللي هي مستشفى احمد الامين حامد، انا الان الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى انشات فيها غرفه لتركيب القساطر اللي هي لكل اطفال الكلى. الان اكتملت الغرفه بتكلفه تفوق ال 100,000 دولار. ما عندنا فيها يد نحن، ولا عندنا فيها شيء الا اجر المناوله زي ما بيقولوا. هي من كل اهل الخير اتعملت الغرفه وانشئت، والان الغرفه مكتمله تماما. يعني في المرحله بتاعه التشغيل فقط لترتيبات اداريه مع المركز القومي لاداره الكلى والمستشفى والاخصائيين اللي حيشتغلوا، باعتبار انه كل العيانين يكون عندهم الاحقيه، بالذات الاطفال، انه يكون عنده الاحقيه في انه هو يركب عبري انا، عبر منظمه ثانيه، جاي من اي ولايه، جاي من اي مكان، يكون عنده مكان يركب فيه قسطرته عشان يقدر يغسل، لانه القسطره هي الجهاز الوحيد الممكن يكون يشتغل به. والقسطره نفسها بتتقسم لنوعين، في قسطره مستديمه وقسطره مؤقته. القسطره كل واحده عندها فكره وعندها مشاكل طبيه. برضو يا أستاذ عبد الله عايزين نتكلم عن التعاون أو الشراكة بينكم وبين منظمة الصدقات. منظمة الصدقات اتكفلت لنا بكل الأطفال اللي عندنا، في أنه أول ما الطفل يخلص العملية بتاعت الزراعة بتاعته عنده فترة بتاعت نقاهة، هو لازم يأخذها، لازم يكون منعزل عن كل المجتمع، عن كل البيت، لازم يكون في مكان معزول. منظمة الصدقات أي طفل من أطفالنا أو من حتى الأطفال التانين زرع عبر اي منظمه، عبر نفسه، عبر اي شيء، اتكفلت له بانه تديه شقه مكتمله من كل النواحي الترفيهيه، النواحي التكييف، كل النواحي بتديه شقه لفتره بتاعت 3 شهور كحد ادنى الى 6 شهور حسب الحوجه بتاعت المريض. وبيكون موجود في الشقه من كل الاحتياجات بتاعته بتكون متوفره له، ودي حاجه يعني دي بتقطع جزء كبير جدا من التشجيع بتاع الزراعة. ليه؟ لأنه العيان حتى لو عمل العملية وما عنده مكان يمشي له فكده ما عمل حاجة، لأنه أول ما أخذ 3 يوم مع ناس البيت، مع الجيران، مع عاداتنا نحن السودانيين، العملية حتضرب. فلازم يكون في مكان منعزل. فدي الحاجة دي الحمد لله في استراحة صدقات اتوفرت، ونحن ذاتنا بنسعى في المستقبل إنه يكون عندنا استراحة خاصة بينا لأطفال الكلى، سواء كان للزراعة أو للناس اللي بيجوا من الولايات، لأنه أنا عندي عدد من الأطفال بيجوا من الولايات بيكون ما عنده مكان يسكن فيه. عشان يأجر فندق اليوم ب 5,000 بيكون هو ما عنده الإمكانية إنه يقعد، عشان يقعد مع أهله الفترة تطول، الظرف الاقتصادي بقى في البلد ممكن الناس تتقبل وممكن ما تتقبل، ففي ضغوطات نفسية كثيرة على أطفال الكلى، كمية من الضغوطات النفسية يعني على الأسر، على أطفال الكلى، على إنه الطفل
الليله بيكون ما عنده غسيل، بكره غسيل، 3 يوم في الاسبوع هو بين البيت والمستشفى، ده غير انه هو تعب، غير انه رقدوه، فعيان الغسيل صراحه يعني. طيب الاطفال اللي بيكونوا من الولايات ديل كيف بتواصلوا معاهم؟ طريقه التواصل بتكون كيف؟ نحن اول شيء موجودين في مستشفى جعفر بن عوف بشكل دائم خلال كل ايام الاسبوع من الساعه 8 لحد اذان المغرب، ده بشكل دائم، ما عندنا مكتب في المستشفى، موجودين في وسط العيانين، يعني انت جيت في وسط العيانين بتلقى انه نحن موجودين. اي عيان جانا سواء كان من الولايه الشماليه، من غرب دارفور، من شرق دارفور، مهما كان هو جاي من وين، وصل المستشفى او جانا يختار انه ياخذ العيان ده جا في مستشفى مدرمان وعنده حوجات، نحن بنكون حاضرين سواء بنفسنا او سواء بانه نوفر له والمتطلبات بتاعته مع صيدليات متعاونين معاها، مع ناس متعاونين معاهم، فقعد نغطيهم يعني الا العيان ما يصلنا. ونحن بعد شويه ان شاء الله حنخد ارقام تلفونات لاي حوجه لاي عيان، نحن ان شاء الله ربنا يقدرنا انه نغطي كل الحوجات ان شاء الله يا رب. ان شاء الله دائما حاضرين في الخير يا عبد الله، وانتم بتقوموا بعمل خير كبير شديد، وتمنيات شفاء لكل اطفالنا. شكرا لك عبد الله نوري الامين المالي لمبادره عربيه خير، شكرا لك ونورتنا. الله يسلمك. فاصل مشاهدينا، خليكم قراب.